بدأت بمسابقة السباحة قدروا إنه يتأهل للمشاركة بأولمبياد ريو عبر جابرييلا دويهي عند الإناث وأنتوني بربر عند الرجال. وسيكون فريق سباحة أول المنطلقين مع جابرييلا دويهي والمدرب جورج يزبك وبلاقيهم من الولايات المتحدة أنتوني بربر المغترب اللبناني المقيم بالقارة الأمريكية. I'm just extremely grateful and thankful to represent Lebanon and I'm really, really happy I can go to the Olympics. You know, it's always been my dream since I started swimming. أنتوني بربر اللي قدر إنه يحصل على أوقات مميزة جدا بسباق الأسرع عند الرجال سباق 50 متر بيتأمل إنه يروح بعيد بالمنافسة. You know, I would love to get a best time, set a new Lebanese record, and if I can make semifinals, that would be great. ومسا امبارح كان المدرب جورج يزبك عم يختتم تحضيرات جابرييلا دويهي بلبنان، ويلي بعمر 17 سنة فقط ستكون الأصغر سنا بالبعثة اللبنانية وإحدى الأصغر سنا بسباق ال 400 متر بين السباحات العالميات. بتطلع هيدا الشيء دو فاسون هي اكسبيريونس لإلي انا رح اتعلم منها وهي انه كانه تحضير لطوكيو ل 2020 وان شاء الله نروح على طوكيو. فالسباحه اللبنانيه الناشئه بتعرف تماما انه صعود السلم بالمنافسه سيكون بشكل منتظم فهي لا تخشى الخساره بالريو لانه مستقبلها بهالرياضه ما زال ببدايته ومدرب البعثه جورج يزبك يدرك تماما انه هالخطوه بالسباحه هي خطوه الالف ميل. عم نتدرب عم نتعب عم نضحي 9 تمرينات 11 تمرينه بالجمعه من الفتنس من المايك تارجت تبعنا هو طوكيو اكثر من ريو. ولو انه نتيجه لبنان عند السيدات ستكون محسومه لفارق المستويات والامكانيات مع بطلات العالم، الا انه ريو قد تكون نقطه الانطلاق لجابرييلا ومع جيل كامل من البطلات الناشئات الواعده بهالرياضه. أكيد بنتمنى كل التوفيق للرياضيين اللبنانيين يلي رح يشاركوا بأولمبياد